السلام عليكم، شلونك اخوي؟ بالعافية. الله يعافيك. احنا اسفين على ازعاجك. لا لا، عفوا ازعاج ما في. ربي يحفظك. شنو مخالفتك؟ واقف برا عكس السير يعني. لا مو هذا هو تام، روحه بمشكلة اكثر. مخالفة. لا، هو مسار ايسر. نعم، المسار الايسر. نعم، وهي مخالفة صريحة. وقوف ممنوع مسار ايسر. نعم نعم. شنو غرامة هذه المخالفة؟ هذا يغرم في المادة 25 ثالثا. ثالثا. اي نعم. انت كسائق مركبه، نصيحتك لنفسك. لا، انا مخالف والله. مخالف؟ نعم مخالف. انا ربي يحفظك. انا وانا اعترف بالمخالفه مالتي، بس اكلت لفه وطلعت على السجن بعد ما كملت. الف عافيه. احنا واجبنا هو خدمتكم. نعم، لكن بنفس الوقت انت تسبب مشكله لنفسك وللاخرين. نعم صدق والله. فسيدي، فيما يخص هذه المخالفه، فيما يخص هذه المخالفه ممكن نعرض غرامه اشقد؟ هاي يغرم بالقرار الآجل 50,000. بالفوري يغرم 25,000 دينار. شكرا جزيلا سيدي. شكرا جزيلا أخوي.